فهمني كيفاش هم نفتح القضية. بعد الحصول على بطاقة الشفاء سواء عن طريق السرقة أو الكراء يقوم باستصدار وصفات طبية لنفس الشخص، عدة وصفات. تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية التابعة لأمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتشكل من 7 أشخاص ينشطون بولاية عدة بالشرق الجزائري بعد تورطهم في قضايا تزوير وصفات طبية. تم اقتناء أدوية مجانا خاصة بمرضى داء السكري باعتماد بطاقات شفاء تم الاستيلاء عليها مسبقا والعمل بعد ذلك على تعليبها وإعادة بيعها بعد إزاق أوسمة مزورة عليها، علما أن الأمر يتعلق بكمية هامة قدرت ب 2325 وحدة من حقن دواء الأنسولين لمختلف العلامات و 4000 شريحة اختبار خاصة بكشف نسبة السكر في الدم والتي كانت كلها محفوظة بطرق غير سليمة لفضاء يفتقر لأدنى الشروط الصحية. قامت مصالحنا بإتلافها بمعية المصالح المختصة. ملف جزائي عد ضد المتورطين الذين أحيلوا بموجبه صبيحة اليوم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.